تنضم إلينا من بغداد هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية. أهلا بك هبة. أهلا بك هبة. إذن هبة، كيف يرى اليوم الشارع العراقي قرار الحكومة في طرد السفيرة السويدية ردا على تكرار حرق المصحف الشريف؟ نعم يا دانيال، الأمور التي حصلت اليوم في فجر اليوم يعني أدت إلى غضب كثير وكبير من قبل الشارع العراقي بشأن يعني إعادة حرق المصحف الشريف من القرآن الكريم يعني أمام السفارة العراقية في السويد عند تغريدة له لسلوان الممك الذي يدعي أنه شخص لاجئ عراقي من أصول عراقية عبر تغريدة في تويتر، وكان هنالك يعني غضب شعبي بصراحة في هذا الموضوع، وفي إثر هذا الموضوع تم اقتحام السفارة السويدية فجر هذا اليوم، وأيضا المقتحمين والمحتجين يرمون النار عليها. كانت التصريحات الأخيرة لوزير يعني الخارجي أنه أدى بهذا الشأن بشأن إحراق المصحف الشريف يعني، وأدانا أيضا باقتحام السفارة السويدية في العراق، بس بخصوص أيضا أعادت وكررت هذه يعني الأمور المتطرفة في هذا من قبل هذا الشخص، وحذرت أيضا الحكومة العراقية يعني السفارة السويدية بعدم تكرار هذا الموضوع، ولم تلبي الحكومة السويدية طلب العراق بشأن البيانات من قبل الحكومة العراقية من قبل رئيس الوزراء وحتى الوزارة الخارجية، وتم تكرار هذا الموضوع أمام أنظار الجالية العراقية في السفارة العراقية في السويد، وتم يعني تم أيضا يعني ركل القرآن الكريم بالأرجل، وأيضا العلم العراقي تم مسحه بالأرجل، وهذا أيضا يعني مما أغضب الشعب العراقي، وكانت أيضا تصريحات من قبل الحكومة العراقية الجديدة بطرد السفير السويدي من العراق، وأيضا سحب يعني القائم بأعمال السفارة العراقية في السويد ومغادرة السويد. وهذا الموضوع أيضا هناك يعني كثير من الأمور التي تحصل في تمام الساعة السادسة في تمام هذا اليوم بتوقيت أيضا العاصمة بغداد وتوقيت القاهرة، سيكون هنالك تظاهرة بشأن هذا الموضوع وعدم تكرار، وهنالك أيضا يعني توجهات سياسية وتوجهات أيضا حكومية بعدم يعني تعرض لهذا الموضوع مرة أخرى، وتمت يعني إعادته مرة أخرى، وكانت أيضا حتى المواطنون يصفون هذه القرارات قرارات مجلس الوزراء بأنها قرارات شجاعة وأنها قرارات مسؤولة بشأن حرق المصحف الشريف أمام أنظار الجالية العراقية، ويجب أن يقفوا تقف العراق وتقف الدول العربية الإسلامية بشأن هذه الأعمال المتكررة في السويد. وأيضا قبل دقائق قليلة قالت الخارجية الأمريكية أنه يعني قالت الخارجية الأمريكية سوف تكون غير المقبول أو من غير المقبول أن تكون القوات الأمن العراقي لم تمنع المحتجين من اقتحام السفارة السويدية. كل هذه الأمور وكل هذه التفاصيل كانت اليوم، وحتى أنه مجلس النواب يعرب عن أسفه في بيان لاقتحام السفارة يعني لاقتحام أيضا عن أسفه اللي حصل اليوم أمام السفارة العراقية في السويد وأمام أنظر يعني الجالية العراقية، هذا الذي حصل اليوم يا زميلتي. نعم. إذن هبة، ما هي الأوضاع الأمنية المحيطة بالسفارة السويدية الآن في هذه اللحظة؟ صراحة الأمور هادئة لحد هذه اللحظة، بس مثل ما أسلف قبل دقائق سوف تكون هنالك تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، هذه التظاهرة ستكون في تمام الساعة السادسة بتوقيت العاصمة بغداد وأيضا بتوقيت يعني مصر، وأيضا هنالك دعوات شعبية لتحول مبنى السفارة إلى في بغداد إلى مسجد تمارس فيه الطقوس الدينية، وكذلك كلمة لمقتدى الصدر التي ستكون هنالك كلمة في ساحة التحرير في تمام الساعة السادسة يعني مساء من هذا اليوم،
وهناك ايضا يعني رئيس هيئه الاعلام والاتصالات يعلق ترخيص الشركات الموجوده السويديه الموجوده في العراق، وكذلك ايضا يقاطعون المنتجات السويديه في الاسواق العراقيه، هكذا الذي حصل اليوم من قبل هذا العمل المتطرف الذي عمله الشخص المتطرف الذي يدعي انه من اصول عراقيه. ولكن هبه، هل هناك اي اجراءات امنيه في بغداد حاليا بمحيط السفارات بعد عمليه اقتحام السفاره السويديه؟ نعم، هنالك قوات امنيه مكثفه في المبنى السفاره، وحتى تم نقل الطاقم الدبلوماسيين الموجودين في السفاره فجر اليوم الى السفاره الامريكيه، وتم تامين سلامتهم. حتى كان في تصريح لوزير الخارجيه السويدي ان الطاقم الدبلوماسي والبعثات الدوليه بامان ولم يمس لها ضرر، هذا الذي صرحت به وزاره الخارجيه السويديه وحتى العراقيه، وان من الواجب الحكومه العراقيه تأمين لهم يعني تأمين لهم الوضع هنا لتم يعني لوصولهم إلى السويد بسلام. ولكن ما هي حدود التصعيد الدبلوماسي اليوم المتوقع ما بين الطرفين، وخاصة بعد طرد السفيرة السويدية؟ طبعا هناك تصعيد جدا عالي من قبل الجانبين، وخصوصا من الجانب العراقي، وحتى انه تحت الحكومه العراقيه في يعني للتصعيد المستمر، وستكون ايضا للسفاره السويديه الموجوده يعني في العراق بعد الطرد الاخير والقرار الاخير لمجلس الوزراء، وهذا القرار الذي يعني حتى الشعب العراقي وصفه بقرار جريء ومسؤول، وان الحكومه العراقيه ان قادره على اتخاذ القرارات المشرفه بشان هذا الموضوع، بشان حرق المصحف الشريف للقران الكريم. نعم. ولكن هبة، كيف يمكن اليوم وخاصة بعد طرد السفيرة السويدية تجنب التصعيد المتبادل ما بين الطرفين، وهل من الممكن أن يكون هناك أي خطوات للتهدئة بين الطرفين؟ هناك بالطبع هناك تصعيد مستمر، ليس مشابه للتصعيد الذي قامت فيه يعني او الشخص الذي قام في السفاره العراقيه هنالك في العاصمه السويديه. التصعيد هناك بس هنا يعني هنا في العراق مجرد تظاهرات بشان واستنكار لشان يعني الحرق القران وحرق المصحف الشريف، وايضا هنالك لافتات تقوم بها يعني المواطنين ويعني رفعها للسفاره السويديه وحتى للعاصمه السويديه. هذا فقط هذا التصعيد الذي سيحصل، لا يوجد حرق في يعني المقدسات او في المصاحف مره اخرى، وشبه بشكل اصلا مشابه لما حدث في العاصمة السويدية. هذا التصعيد مجرد تظاهرات، مجرد أنه يكون ليس مشابها لما حصل في السفارة يعني العراقية أمام أنظر الجالية العراقية، وهم يعني وهم يبكون من شدة المنظر الذي حصل هناك. هبة، كيف يمكن الآن تجنب التصعيد المتبادل بين الطرفين، أو عفوا، ما هي الخطوات التي يمكن أن تأخذها الحكومة العراقية لضمان عدم تكرار حادثة اقتحام السفارة أو أي سفارة أخرى عند وقوع هكذا حادثة؟ تفضلي هبة، تفضلي. نعم يا زميلتي، هذه القرارات قبل دقائق التي اسلفت لك بها، ان هذه القرارات قرارات رئيس الوزراء قمع الشيوع السوداني بشان ايضا تهدئه الامور التي تحصل في العاصمه بغداد، وحتى من قبل المحافظات العراقيه قبل فتره في عيد الاضحى المبارك كان هنالك تصعيد جدا قوي بشان ايضا حرق المصحف الشريف في امام يعني السفاره، عفوا، امام مسجد كبير في العاصمه السويديه، وحصل تصعيدات كبيره وليست مشابهه مثل ما اسلفت قبل دقائق، وهذه التصعيدات وقامت الحكومه العراقيه باتخاذ قرارات لتهدئه المسلمين ولتهدئه الشعب العراقي بشان موضوع حرق المصحف الشريف. راح تكون هذه القرارات مشابهه ايضا لما ستحدث اليوم
وتكون وقفة حادة ومشرفة من قبل العراقيين، وأيضا وهنالك أيضا من الحكومة العراقية وحتى من الشعب العراقي تقول أن يجب أن تكون الدول العربية الإسلامية تدين هذا الاعتداء الذي حصل من شأن حرق المصحف الشريف، وهذا الموضوع أيضا ستقوم فيه حتى في مجلس النواب سيتم أيضا التحدث عن هذا الموضوع في جلسة اليوم التي تحصل قبل يعني قبل أقل من ساعة سوف تبدأ هذه الجلسة، جلسة مجلس النواب بشأن موضوع حرق المصحف الشريف في هذا الموضوع. أما بشأن التصريحات وبشأن القرارات ستكون قرارات مهدئة للشعب العراقي كما حصل في عيد أيام الأضحى المباركة والأيام العيد الأضحى المبارك، لأن هذا العمل عمل استفزاز وعمل استفزاز فقط ليس للعراقيين وإنما للدول العربية الإسلامية. إذن شكراً لك هبة على كل هذه المعلومات، وعلى أمل أن لا تتكرر هكذا حوادث من حرق القرآن الكريم المصحف الشريف. هبة التميمي كنت معنا من بغداد مراسلة القاهرة الإخبارية، شكراً لك.